مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من كلام في الميديا. حلقه النهارده غايه في الاهميه في ظل الاحداث المتتابعه على مدار الساعات الماضيه، بالتحديد فيما يتعلق بالكره المصريه ومستقبل الكره المصريه. وركز جدا على مستقبل الكره المصريه دي، لان الكلام هيكون كتير جدا في ما يخص كل ما يحدث خلال هذه الساعات. الجزء الثاني من حلقه النهارده هينورنا وشرفنا الاستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام، وهنستفيد في الحديث في العديد من الامور، واكيد عندنا بعض الاخبار المحليه والعالميه واخبار نادينا النادي الاهلي. قبل ما نتكلم نروح نشوف اهم وابرز عناوين حلقه النهارده، يلا بينا. الأهلي ينتظر قرار اتحاد الكرة بتحديد موعد جديد للمباراة القمة. الفريق الأول يواصل تدريباته على ملعب التتش. فايلر يبدي غضبه من طريقة إدارة الكرة في مصر. المدير الفني يسافر إلى سويسرا بداية نوفمبر لزيارة أسرته. ودية 8 نوفمبر أولى الأزمات أمام حسام البدري في منتخب مصر. محمد محمود ضمن قائمة الـ30 لاعبا المبدئية للمنتخب الأولمبي بأمم إفريقيا. مباراة مثيرة الآن بين مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي. مستمرين في الأحداث اللي بتحصل في الكرة المصرية، وللأسف احنا عايزين نقول رسالة يعني للناس اللي بيتابعوا الكرة بشكل عام في مصر. لو انتم منتظرين دوري، لا ما تنتظروش. لو منتظرين ان يبقى فيه مباريات بشكل عام، ان الدوري يكتمل، صعب جدا. يعني خلوها بنسبة مئوية هتبقى قليلة قوي. ان الدوري يكمل والدنيا تمشي طبيعي، لا، شيلوها من دماغكم شويه، مش هيحصل، صعب خلاص. الدنيا بتتأزم لان احنا عندنا اتحاد كوره سيء اداريا. اشخاص من الجانب الاداري ما عندهمش اي فكر في اداره شؤون الكره المصريه. الازمات مستمره، المشكله لسه قائمه، ومفيش اي رد فعل لاتحاد الكره. يعني هم تحس ان هم كده يعني مع احترامنا ليهم في غيبوبه اداريه، مش عارفين يعملوا ايه. هو بصراحة الموقف لا يحسدوا عليه، يعني احنا عارفين الموقف عامل ازاي، وعارفين بيان النادي الاهلي الاخير، وعارفين التأجيل وكل ما يتعلق بمباراة الاهلي والزمالك والقصة اللي حصلت يعني. لكن في كل الاحوال هم فين دورهم؟ وده الكلام اللي احنا اتكلمناه امبارح. لكن في الحقيقة في جديد النهاردة. الجديد ايه؟ مضحك شوية، الجديد مضحك شوية. ناس بتهزر من الاخر يعني. طلع قال لك ايه من شوية؟ احنا عيننا حكم مباراة الاهلي والجونة. يعني الدنيا كلها في اتجاه وهم في اتجاه تاني خالص، كانهم مش متابعين ايه اللي بيحصل اصلا. يعني كانهم مش من هنا. يعني انت ما تعرفش ان الاهلي طلع بيان؟ يعني حضرتك ما تعرفش الاهلي طلع بيان يوم الخميس اللي فات، وانت من ساعتها مش موجود، من ساعتها ما بتردش، من ساعتها ما اجتمعتش تشوف الحل ايه؟ لو حضرتك ما تعرفش، احنا نعيد على حضرتك مره تانية، او على حضراتكم كمسؤولين في اللجنه الخماسيه. الاهلي يا جماعه مش هيلعب اي مباراه قبل مباراه الزمالك. الاهلي يا جماعه في انتظار ميعاد جديد لمباراه الاهلي والزمالك، وده نص البيان زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشه دلوقتي. البيان بتاع يوم الخميس اللي ممكن يكون المسؤولين في اتحاد الكوره ما شافوهوش، ما عندهمش فكره عنه، مش متابعين الاخبار، ما قروش الخطاب الرسمي اللي وصل من النادي الاهلي لاتحاد الكوره، يمكن ما قروهوش. احنا بنحاول نعيده عليهم مره ثانيه. ثانيه ايه؟ احنا بقى لنا 4 ايام بنتكلم في القصه دي. هو النهارده طالع بيقول لك ايه؟ طاقم حكام لمباراه الاهلي والجونه يوم الاربعاء. الاهلي مش هيلعب ماتش الجونه، الاهلي ثابت على موقفه. هو ده الجديد بقى اللي عندنا، ان الاهلي ثابت على موقفه. البعض خلال الساعات الاخيره او خلال الفتره الاخيره دي بالتحديد النهارده وامبارح بيقول لك ايه؟ ان ممكن الاهلي يتراجع عن موقفه. لا، مش هيتراجع عن موقفه. طول ما اسلوب الاداره كده في مصر، مش اداره الكوره بالتحديد، مش هيتراجع النادي الاهلي عن موقفه. سربوا لك بقى اخبار، قال لك ايه؟ هيبقى في خصم 9 نقط، وهيبقى في مش عارف عقوبات ايه على الفريق المنسحب. بالمناسبه برضه عشان الامور تبقى واضحه، الاهلي ما بينسحبش،
الاهلي بيعترض على نظام المسابقه، الاهلي عايز يمشي بالترتيب اللي مبعوت له، اللي مبعوت له كل الانديه مع بدايه الموسم من مين؟ من اتحاد الكوره. هو ده طلب الاهلي. انا ما عنديش مشكله في الجوانب الامنيه، خلاص هما الناس شايفين ما يبقاش في مباراه، وانا عندي تفصيله هتكلم فيها في موضوع الامن ده، هما الناس شايفين كده اوكي، بس حدد لي ميعاد مباراه الاهلي والزمالك طبقا للترتيب المعلن من قبل الاتحاد قبل بدايه الموسم. هما مش عايزين يحددوا ترتيب، بيقول لك هيبقى في خصم 9 نقط طبقا للائحه. هي فين اللائحه؟ لائحه ايه؟ طب ما انتوا من ضمن اللوائح المفروض يعني اللي موجوده، ومن ضمن اللوائح اللي كنتوا بتتكلموا عنها من خلال تصريحات تلفزيونيه وكلام من ده قبل انطلاق الموسم، ان اي حد هيتجاوز في اي في حق اي حد في اتحاد الكوره او في المنظومه الرياضيه في مصر هيبقى في عقوبات. انتوا بصراحه بصراحه بقى، انا ما بعرفش يا جماعه احور ولا اجي يمين وشمال، انا بتكلم دغري. انتوا بصراحه كل يوم بتتشتموا يا جماعه، كل يوم بتتشتموا، موقفكم فين؟ ولا اللوائح انتوا عايزين تطبقوها على النادي الاهلي بس؟ لما بتتشتموا بتعملوا ايه؟ بتطبقوا اللوائح اللي بيشتمكم ولا لا؟ ما بتطبقوش حاجه، ما بتعملوش جديد. احنا فالحين بس ان احنا نتكلم في اللوائح، ولما حد يجي يتجاوز اعمل نفسك مش واخد بالك. ده بالاسماء، الناس بتتشتم بالاسماء وبيسكتوا، حاجه غريبه. طب طبق اللائحه، مفيش. فالموضوع صعب جدا، انا مش فاهم اتحاد الكوره بيفكر ازاي. 9 نقط اللي تخصمهم، وانت دلوقتي طلعت بتعلن حكام مباراه الجونه، ده انت في وادي واحنا في وادي تاني خالص. طب يا راجل حاول تفكر في حلول. يعني ازمه ريال مدريد وبرشلونه مباراه الكلاسيكو اللي هتتاجل، اللي اتاجلت خلاص يعني، كان في تواصل محترم ما بين الاتحاد الاسباني وما بين الفرقتين ريال مدريد وبرشلونه، وفي الاخر استقروا على ميعاد. بس ازاي الاسلوب؟ الامور بتدار ازاي؟ لكن مش هعمل ان انا من حته تانية وشاري دماغي والنادي الاهلي عمال بيتكلم مع نفسه، لا مش طبيعي، مش معقول. انت اللي خسران في النهايه والله. فكر في الحل. وهم برضو معذورين في الحقيقه، ليه بقى؟ لان الخلافات ما بين الخمسه في اتحاد الكوره الخلافات واضحه جدا. مش طايقين بعض من الاخر كده، بقول لكم بقى معلومات يعني. مش عايزين يتعاملوا مع بعض. مش عايزين يفكروا. وده كله مين المتضرر؟ الكره المصريه. عشان كده في اول حلقه بقول لكم ايه، لو منتظرين كره في مصر لا ما تستنوش، صعب. واحنا كان عندنا امال كبيره جدا في الناس الموجوده دلوقتي ان هم يديروا الكره بشكل احترافي. طب هقول لكم على حاجه اسخن شويه، وبرضه احنا بنحب نتكلم مع حضراتكم بشكل واضح. هو الجواب الامني او الخطاب الامني بتاجيل المباراه ده طلع عليه بناء على ايه؟ جانب الامن احنا بنحترمه ونقدره، مفيش مشكله، بس هو جه بناء على ايه؟ بناء على طلب من الاتحاد المصري لكره القدم. ايوه زي ما بقول لحضراتكم كده، هم طلبوا من الامن يا جماعه احنا عايزين ناجل الماتش ده علشان في شحن جماهيري وكل هذه الامور. فالجانب الامني قال خلاص اوكي، عايزين تاجلوا الماتش ناجله مفيش مشكله. وهم كاتحاد كوره يلبسوا الموضوع بقى في ايه؟ في الامن. الامن هم اللي رفضوا ان يلعبوا المباراه، لكن هم اصلا عايزين كده، هم اصلا عايزين المباراه ما تتلعبش. ضغوط بقى من اشخاص معينه، كلام من ده حضراتكم ممكن تكونوا فاهمينه يعني. فانت اللي بتدمر المسابقه في مصر، انت اللي طلبت كده من اتحاد الكوره، او عفوا انت كاتحاد كوره طلبت كده من الامن. فانت دلوقتي كواحد كامن، او انا مثلا هديك مثال، لو انت عندك شغل، لو انت مثلا عزيزي المشاهد عندك شغل معين، جه حد قال لك ريح النهارده، هتقول له لا رايح النهارده بمرتبك عادي والامور بالنسبه لك ماشيه كويسه جدا مفيش اكنك جيت، هتقول له لا؟ هتوافق طبعا، هو الناس عايزه تريح. واحد هيديك اجازه مجانيه هتاخدها. ده اللي حصل مع الامن، طلب الاتحاد من الامن يا جماعه احنا مش هنلعب الماتش ده، خلاص يا جماعه احنا قادرين كامن نامن المباراه، لكن طبعا انتوا مش عايزين المباراه فخلاص اوكي ريحتونا من التأمين. وبالتحديد الجهات الأمنية قادرة جدا جدا إن هي تأمن كل المباريات يا جماعة، وإحنا عارفين الكلام ده كويس قوي قوي، لكن الواضح إن هي كانت اتجاهات من اتحاد الكورة أو من بعض الأشخاص في اتحاد الكورة. فللأسف، وعلى فكرة أنا بحكي لحضراتكم ده واقع، أنا مش بقول أي كلام، أنا ما اتعودتش ما بعرفش إن أنا أقول أي كلام.
ده اللي بيحصل، دي الكواليس اللي حصل من الاخر. للاسف الناس اللي موجوده مش مسؤوله بمعنى الكلمه، مش مسؤوله، مش عارفه ازاي تدير مسابقه، ازاي تتعامل مع ازمات، ولا هيعرفوا. قلقانين، تحس ان هم خايفين شويه. وبرضو لازم، انا عن نفسي بحب كده ااكد، انا بحترم الناس كشخصيات، لكن كجانب اداري لا، ما بيعرفوش يديروا. هم ممكن يكونوا بيخافوا شويه من الصوت العالي، ممكن يكونوا بيخافوا من المشاكل، ممكن يكون بيخافوا ان حد يطلع يغلط فيهم، رغم ان حد لما بيطلع يغلط فيهم هم ما عندهمش اي تحركات خالص، بيتفرجوا بس، بيسمعوا كده ويضحكوا وخلاص، ده اللي بيحصل. فانت طالما انت كده انت مش هتعرف تدير حاجه، مش هينفع، هنفضل زي ما احنا. اللي بيسال عن موقف النادي الاهلي، ناس كتير بتسال تقول لك هو الاهلي هيغير موقفه، الاهلي في جديد بالنسبه له؟ لا يا جماعه مفيش جديد. الاهلي نزل بيان يوم الخميس اللي فات، الاهلي متمسك ببيانه، بالقرارات اللي في البيان، احترام الامن، وان احنا يا جماعه مش هنلعب مباريات في الدوري الا بدايه من مباراه الزمالك، لما تحدد ميعاد جديد لمباراه اهلي وزمالك طبقا للارتباطات الخاصه بالفرقتين افريقيا، وبعد كده حدد، وطبعا طبقا للتنسيق مع الجهات الامنيه. نسق براحتك خالص مع الامن كاتحاد كوره، براحتك، خد راحتك، وحدد الميعاد وقت ما تشوفه الميعاد المناسب. اوكي، هتقولي طب ما هو لو مش عارف مين ايه حصل ايه، لو المباراه تحدد ليها يوم، انا ما اعرفش بقى ساعتها هيبقى القرار ايه، ما اعرفش. احنا بنتكلم في اخر حاجه لغايه اللحظات دي، اتفاقات ممكن تحصل، يعني مش عارف إيه الدنيا هتبقى اتجاهها ايه، لحد دلوقتي مفيش جديد. اخر حاجه الاهلي متمسك بموقفه، الاهلي متمسك ببيانه، مفيش اي حاجه هتحصل. وللاسف انا بسمع البعض يعني بيقعد يقول لك الاهلي فاتح صدره ومش فاتح صدره، لا، حضرتك مش قادر تقتنع ان الاهلي بيحاول يحافظ على نظام الكره في مصر، الاهلي بيحاول يطور الكره في مصر، محدش يزاد على الدور الوطني للاهلي يا جماعه. الدور الوطني للنادي الاهلي معروف، ومش دلوقتي بس، ده على مدار التاريخ، على مدار تاريخ النادي الاهلي من 1907 لحد دلوقتي، ادوار وطنيه كتيره جدا للنادي الاهلي. فمحدش يزاد والنبي في الحته دي، ومحدش يقول ان النادي الاهلي تسرع او مش تسرع، ده قرار مجلس اداره، وكل الناس كل الاهلاويه بالتحديد بيحترموا هذا القرار، ومعظم الاهلاويه مبسوطين جدا بالقرار ده، لان انت طالما ما بتحترمش المسابقه انت ما بتحترمش الانديه، ده طبيعي، ده الواضح، ده المنطقي. فهتفضل في الدوامه دي، مفيش اي جديد، مفيش اي حاجه هتحصل. ولغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي اتحاد الكره ما اجتمعش، ولا حتى في مناقشات وديه، لو في مناقشات وديه ما بين اتنين مثلا ولا حاجه، لكن الباقي زعلانين من بعض، مخاصمين بعض، كانهم في يعني مش عارف، مش موقع مسؤوليه كبيره وضخمه وصعبه زي اداره الكره المصريه. انتوا مش قادرين عليها من الاخر، اداريا مش قادرين، مع احترامي لشخصكم، لكن انتوا اداريا مش قادرين. فللاسف الوضع صعب، للاسف مش هيبقى في اي جديد خالص خلال الفتره الجايه، المنتظر جديد مش هيحصل جديد. المنتظر جديد بالتحديد من النادي الاهلي مش هيحصل، مش هيحصل، الله اعلم بكره ممكن يحصل ايه، ما حدش عارف، لكن في كل الاحوال النادي الاهلي بعيد وبزيد فيها متمسك ببيانه الاخير اللي خرج يوم الخميس، مش هيتغير الموقف، عشان نبقى واضحين مع حضراتكم. والاهلي عنده حق، بدليل ايه؟ بدليل ان بعض الانديه كانت في نفس اتجاه الاهلي. هتقولي ما هو رجع في مواقفهم، دي شخصيه كل نادي بقى، دي شخصيه كل نادي، يطلع بقرار او يطلع بكلام ويرجع مثلا يقول لك حاجه تانية طبقا لامور بقى حدثت بالنسبه له هو، الله اعلم، كان دي تانية يعني. لكن بدايه الامر كان ايه؟ عندك اربع خمس انديه كانوا في نفس اتجاه النادي الاهلي، كانوا عايزين كده، كانوا عايزين المسابقه تمشي عدل. البعضهم قال لك ايه يا جماعه، طب ما تخلوا الاسبوع الرابع كله يتاجل ونبتدي من الخامس. لكن اتحاد الكوره جاب مباريات من الاسبوع الخامس والاسبوع الرابع، بيعمل نفس اللي حصل السنه اللي فاتت. فايه اللي حصل السنه اللي فاتت؟ كانت مسابقه كارثيه، كان موسم كارثي. فهيتكرر تاني، ما تحاولش تفكر، هيتكرر تاني، هو نفس الموسم بالطريقه دي. لو ما حدش لقى حل، لو اتحاد الكوره ما حلش، هنفضل زي ما احنا كده، زي الموسم اللي فات، مفيش اي تغيير. وفي الحقيقه الواحد دايما بيحاول
يتكلم في امور بعيده عن الازمات، لكن للاسف هي الاحداث هي اللي بتحطنا قدام الازمات وبتحطنا قدام حضراتكم، ان احنا لازم نوضح لحضراتكم كل ما هو جديد بيخص الازمه سواء في الكره المصريه وبالتحديد في مواقف النادي الاهلي، لان ده دورنا وان احنا ننقل كل اللي بيحصل لجمهور النادي الاهلي وجمهور الكره المصريه. بالمناسبه القرارات بتاعت الاهلي مش مصلحه النادي والله، بس هو قلنا الكلام ده كتير، كله في مصلحه الكره المصريه. لما تبقى مسابقه منتظمه ومحترمه هتلاقي منتخب محترم سواء اول او اولمبي، هتلاقي كواليتي لعيبه كويسه لان بتلعب وبتمارس الدوري بتلعب بشكل كويس منتظم، مفيش لخبطه ذهنيه بدنيه فنيه، كل الكلام ده مش هيكون موجود. ده لو ايه؟ لو مسابقه محترمه. لكن طالما المسابقه زي ما هي كده تكرار للموسم الماضي ولبعض المواسم السابقه، يبقى مفيش جديد هيحصل في الكره المصريه وهنفضل زي ما احنا كده. ده المختصر. هو مش مختصر، احنا خدنا وقت في الحقيقه في الحديث عن الامور دي، بس لازم نوضح لحضراتكم هنعمل ايه. كان الناس بتلوم النادي الاهلي على ان هو بيحترم اللوائح، يعني غريبه. كان دلوقتي بقت حاجه غريبه انك تحترم اللوائح. بقى الغريب انك تحترم اللوائح، لازم يكون في طرق اخرى. ما لكش دعوه باللوائح. ولما تيجي تطبق لائحه طبقها على في كل الجوانب. في كل الجوانب. ده لو هتعرف تطبق يعني اللائحه. هنشوف عموما الامور هتمشي لحد فين، وهنتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه ونشوف اخر التطورات واخر الاخبار. بعد الخبر الكوميدي في الحقيقه لما اتحاد الكره اعلن عن حكام او طاقم حكام مباراه الاهلي والجونه اللي مش هتتلعب يوم الاربعاء لحد دلوقتي. لحد دلوقتي. طيب الاهلي بيستعد لفتره قادمه، الله اعلم اول مباراه هتبقى للنادي الاهلي امتى. امتى؟ خلي بالك. الله اعلم اول مباراه للنادي الاهلي هتكون امتى. بالتالي الفريق بيتمرن على مدار الايام الحاليه، امبارح والنهارده تدريبات متواصله بعد اجازه كانت يوم الجمعه، تدريبات فنيه وبدنيه مميزه بالنسبه للاعبين، بالنسبه للجهاز الفني اللي بيتابع هذه التدريبات وبيشرف عليها بالطبع، واللي بياخد بعض الانطباعات الجديده، مش الجديده، استكمال الانطباعات وتقييمات للاعبين في ظل تواجد جهاز فني جديد بقياده مستر رينيه فايلر، واللي بيقيم دايما لعيبه النادي الاهلي. واعتقد الفتره دي فرصه بالنسبه له ان يعرف الامكانيات بشكل اكبر واوضح، خصوصا في ظل ان مفيش مباريات للاسف. وبقول للاسف لان احنا بنحب نتفرج على النادي الاهلي، بنحب نتفرج والله على الكره بشكل عام في مصر. يعني الكره المصريه ليها جمهور والله، بس المسؤولين عن الكوره في مصر عايزين يطفشوا الجمهور ده عن متابعه الكوره في مصر. للاسف احنا عندنا كواليتي لعيبه كويسه جدا في كل الانديه، عندنا فنيا مباريات كويسه، لان اصلها بس شويه الموضوع فيما يتعلق بالملاعب، والملاعب هتتحسن بالمناسبه، ودي حاجه احنا بنقولها لكم بناكدها لكم خلال شهور قليله جدا، هتلاقوا ملاعب اكتر من رائعه مع استاد القاهره واستاد سام، مع ملاعب طبعا امم افريقيا، يعني ان هي الملاعب دي اوريدي خلاص بقت جاهزه. لكن في كل الاحوال الفريق بيستعد والامور ماشيه بشكل كويس والناس بتتمرن ومفيش اي مشكله خالص عندهم. ومش عارف الفتره الجايه هيكون في مباريات وديه ولا لا، لكن الواضح ده هيكون بناء على الجديد ايه، تطورات الموقف هتكون ايه، ده اللي هنشوفه خلال الساعات القادمه يعني. لكن خلينا نوصل ونروح الجزيره مع مراسلنا العزيز شريف شعبان عشان يقول لنا كل الجديد هناك والكواليس اللي عنده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا شريف مساء الخير عليك. مساء عليك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا عارف انك قاعد في النادي من الصبح يا شريف، ومن الناس اللي دايما بتتابع كل حاجه اول باول. ايه الجديد عندك في النادي بشكل عام وبعد كده نخش في التدريب؟ انا اقول لك ان التمرين كان في الرابعه عصرا، يمكن بخلاف يا شريف يعني الاهلي بيتمرن نظرا لما هو قادم من مباريات، منتظرين هنشوف باذن الله اول مباراه للنادي الاهلي هتكون امتى. النهارده كان تمرين بدني شاق قوي جدا، كان المفرح فيه ان مروان محسن شارك في جزء كبير جدا من التمرين، ولكن عندما بدا بقى الالتحامات في التمرين على طول غادر المران وبدا يجري حوالين الملعب بمفرده طبعا حرصا على سلامة وجهه من اي احتكاك في الوجه. لحد باذن الله لما القناع يوصل في خلال 3 4 ايام هيكون مروان جاهز لاداء التمرينات بكل قوه مع لاعبي الفريق. النهارده مستر فايلر الحريص يكون معاه خط الدفاع بالكامل عشان الاهلي يعرف يطلع الكوره سليمه من تحت. النهارده عمل تمرين تكتيك هايل، النهارده لقى قبول كل المتابعين للتمرين. عاوز الراجل او تعليمات النهارده كانت واضحه جدا ان لازم خط الدفاع هو اللي يبدا بخروج الكره بشكل سليم بشكل سريع من لمسه واحده. فالنهارده كان حريص في فقره من فقرات التمرين اما انفرد بخط الدفاع
في حوالي 25 دقيقة، وكان حريص انه يخلي التمرين سريع، حريص انه يكون التمرير بتاع لعيبة النادي الاهلي سريع، ما يكونش فيه ارتداد لارتداد الخلف. وبعد هذا التمرين التخصصي يمكن انفرد بقى في باقي اللاعبين وعمل لهم تمرين تخصص على الجول، اختمها بتقسيمه في وسط الملعب تألق فيها بشده لفت الانظار وليد سليمان، احمد الشيخ، حسين الشحات، لاعبين كثير النهارده، ولكن كان على راسهم وليد سليمان اللي احرز كذا هدف لفت يمكن كل الحاضرين، يمكن كله كان بيصفف بحراره عشان حلاوه الاداء اللي كان بيحرزه النهارده وليد سليمان. يمكن تأييد مستمر لكريم نيدفيد لمحمود متولي، خلاص بيتكلم محمود متولي، يمكن الاهلي مش مستعجل عليه، قال له براحتك خالص، نفس البرنامج بحذافيره، ما تستعجلش في خط الدفاع، في لاعبين كثيره مش مستعجلين خالص على رجوعك، ارجع واحده واحده، بلاش تدوس على نفسك علشان ترجع. فالجهاز الطبي بيتعامل مع محمود متولي بكل حرفيه شديده. كريم نيدفيد في المرحله النهائيه باذن الله في الرجوع. النهارده تمرين الحراس كان قوي جدا لاكرامي والشناوي ولعلي لطفي، يمكن مدرب الحراس حريص ان يبقى في استك مربوط في وسط الحارس ومربوط في القائم علشان خاطر رد فعل والقوه للحارس، ويقدر يتعامل مع الكرات العرضيه عادي ويتعامل مع التصوبات عادي في رد فعل يعني للحارس، وفي نفس الوقت يبقى بيدي قوه اكثر لحارس المرمى. يمكن تمرين حراس المرمى ملفته للنظر، ثلاث حراس بيأدوا التمرينات بكل قوه وبكل نجوميه، يمكن الثلاثه لافتين النظر اذا كان الشناوي او اكرامي او علي لطفي اللي بيجاريهم بكل قوه وما يقلش حاجه عنهم خالص. ثلاث حراس باذن الله الفتره القادمه هتلاقيهم على مستوى كبير جدا لحراس مرمى النادي الاهلي. يمكن سيد عبد الحفيظ مدير الكره كابتن سيد طبعا انفرد النهارده مع كابتن شريف اكرامي كابتن الفريق في جلسه استمرت حوالي خمس دقائق، يمكن دي كانت كواليس تمريننا. التمرين بدا في الرابعة ويمكن استمر حوالي ساعة ونصف، يمكن كان في شغل النهارده من الأيام الجميلة النهارده اللي تستمتع فيها بمشاهدة المران مستر فايرال بالسي، أي كبيرة أو أي صغيرة إلا بيتكلم فيها على طول، بيتكلم على طول، بينبه كل الجهاز الفني المعاون، كله بيتكلم، كله حريص النادي الأهلي يظهر في أبهى صور ليه مع أول مباراة قادمة بإذن الله. زميلي الأمير معاك لو عايز استفسار. طيب انا كان في استفسار مع بدايه المداخله يا شريف وكنت بسالك عليه، فيما يتعلق بخلاف المران بقى، انت قلت لي على اخبار المران خلاص، لكن فيما يتعلق باي امور او كواليس جديده قد تحدث او ممكن تكون حدثت في النادي الاهلي وانت موجود من النهارده الصبح في مقر النادي الاهلي بالجزيره، خصوصا بتكلم يعني بالتحديد على فيما يتعلق بموقف الدوري المصري والنادي الاهلي بخصوص هذه المسابقه. بص زميل امير، يمكن مجلس اداره النادي الاهلي طبعا اصدر بيان من كام يوم، طبعا الكل ملتزم بهذا البيان، ولكن اتحاد الكره الى الان القصه كانت في ملعبه، المفروض اتحاد الكره كان يطلع علينا ويوضح لنا هل فعلا كان في تاجيل امني، طلع الصوره من الجواب الامني، هل اتحاد الكره هو اللي اجل الماتش؟ اتحاد الكره تجاهل خالص الرد، اتحاد الكره ما ردش خالص الى الان على النادي الاهلي. اتحاد الكره كالعاده يمكن بيواصل مسلسل اتحاد الكره السابق، يمكن اللجنه الخماسيه اللي بتدير الاتحاد على نفس النهج، يمكن تفائلنا خيرا لما طلع رئيس الاتحاد اتكلم في احد البرامج التوك شو وشدد على المواعيد بانتظام وشدد على ان يكون الدوري ماشي بالساعه وبالثانيه، ولكن عند ذات الدوري كل شيء بيحصل فيه اختلاف، انديه الدوري بتلاقي الامر عكسه على طول، الراجل بعت جداول وقال لك احنا حصلنا على موافقات امنيه في اول الموسم خلاص المباريات كلها هتتلعب في مواعيدها بالظبط، بقينا بتاجيل مباراه، فالى الان طبعا ما فيش رد فعل من النادي الاهلي، النادي الاهلي عمل رد فعله خلاص في انتظار قرار اتحاد الكره اللي الى الان ما صرحش او ما اتكلمش او حتى اجتمع. معرفش ليه، مستني ايه، مش عارف اتحاد الكره هيتحرك امتى برضو مش عارف، فمنتظرين اتحاد الكره يعني يرد علينا ببيان او يوضح الموقف اسباب تاجيل المباراه اللي محدش عارف الى الان المباراه اتاجلت ليه. يعني ارسلنا صحيفه كبيره زي صحيفه الاهرام وقالت ان قرار التاجيل ما كانش قرار امني، يمكن اتحاد الكره برضو ما فكرش يرد عليهم. بعض الصحفيين الكبار اتكلموا ان كان قرار التاجيل جاي من اتحاد الكره من قبل الامن، وبرضه اتحاد الكره ما فكرش يرد عليهم الى الان، فلغز اتحاد الكره يمكن لغه الصمت لغز كبير بيدور في اتحاد الكره المصري، ونطالب اتحاد الكره المصري ان يطلع ويوضح موقفه ويقول
ليه المباراه اتاجلت الى الان، ويوضح ان الدوري هيمشي الفتره الجايه ازاي، لو مش في تاجيلات ولا مش هيبقى في تاجيلات، القصه تمشي ازاي. فمنتظر اتحاد الكره يرد، وانا اشك ان اتحاد الكره يرد يعني. تشك. ماشي، انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان من رئيس قناه النادي الاهلي هو بيشك في ان اتحاد الكره يرد، وكلنا في الحقيقه بنشك في هذه الجزئيه، لان صعب ان اتحاد الكره لو كان عايز يرد كان رد من بدري، من بعد بيان النادي الاهلي، لكن هو لغايه دلوقتي ما ردش. هنشوف عامه، يمكن ربنا يكرمهم ويردوا يعني. طيب النهارده طبعا زي وانا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي في مباراه لمانشستر يونايتد وليفربول في الاولد ترافولد، مباراه قويه جدا، قمه الكره الانجليزيه، وقمت هذا الاسبوع بالتحديد الاسبوع التاسع في بطوله الدوري الانجليزي. الشوط الاول خلص 1-0 لمانشستر يونايتد بهدف لماركوس راشفورد من اسيست لدانيال جيمز، والهدف كمان لغى، او عفوا الفار لغى هدف لساديو ماني ليفربول. فبالتالي المباراه حتى الان الشوط الاول خلص 1-0 لمانشستر يونايتد، وبعد دقائق هيبتدي الشوط الثاني. محمد صلاح خارج القائمه تماما بسبب الاصابه اللي عنده، واضح ان هو مش جاهز بينزل 100%، فتم استبعاده من هذه المباراه. لكن في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق لليفربول ان هو يفوز ويستمر في صدارته لبطوله الدوري، وهيفضل متصدر لان الفرق 8 نقط مع مانشستر سيتي قبل هذه المباراه وقبل مباراه مانشستر سيتي امبارح. لكن في كل الاحوال هم بيحاولوا ان هم يعودوا للفوز بهذا اللقب بعد 30 سنه، عدد كبير جدا من السنوات. فنتمنى لهم كل التوفيق عشان يكون طبعا نجمنا المصري محمد صلاح مساهم بكل قوه في احراز هذا اللقب. اخبار الاهلي في الصحف ايه؟ نروح نشوفها. جريده الاهرام، الاهلي لن نذهب لمواجهه الجونه وملتزمون بترتيب جدول مسابقه الدوري، نحذر من تكرار ازمات الموسم الماضي ودعمنا الكامل للاجهزه الامنيه. الاخبار، الاهلي نحن على وضع الثبات، لن نلعب ولن ننسحب، تدريبات ترفيهيه للفريق مع بايلر وزياره لبيبو في منزله. الجمهوريه، الاهلي يتمسك بحقوقه. الوطن، الاهلي يبلغ بايلر بعدم مواجهه الجونه وتجهيز مباريات وديه قويه، ازارو يبحث عن عرض للرحيل عن الدكه، والمدير الفني يخمد فتنه ديانج ويؤكد جميع اللاعبين سيشاركوا. الاخبار المسائي، بايلر يواصل تدريبات ومباراه وديه للاطمئنان على جاهزيه اللاعبين. النساء، بايلر يعلم نجوم الاهلي العرضيات، السويسري يشارك في اللعب ويحذر من اهدار الفرص، النادي ينتظر رد الجبلايه حول القمه اليوم. الدستور، الاهلي يرفض رحيل رمضان صبحي ويطالب فايلر باحترام عقده مع الفريق، فايلر ابدى غضبه من اداره الكره في مصر معتبرا الامر يعوق تنفيذ مشروعه. المصري اليوم، فايلر يرفض الرحيل ويضع خطة التعاقدات الشتوية، الجهاز الفني للأحمر يبحث عن مباريات ودية اتجاه لتأجيل مباراة الجونة، والنادي أزمتنا في التلاعب في ترتيب المباريات. الشروق، الأهلي يصرف 100,000 دولار لفايلر ومساعديه مكافأة الفوز بالسوبر، المدير الفني يطلب مباراتين وديتين، معلول يجدد رفضه الرحيل وعبد الفضيل يطلب المعايشة. اليوم السابع، الأهلي يحذر الشناوي من أكاذيب السماسرة وفرقعة العروض، صرف مقدم عقود اللاعبين، وفايلر ومعاونوه يتسلمون 100,000 دولار. نبتدي بجريدة الأهرام اللي اتكلمت عن النادي الأهلي النهارده وقالت كلام مهم قوي. الأهلي لن نذهب لمواجهة الجونة، ده أمر معروف خلاص عارفينه من يوم الخميس اللي فات، وملتزمون بترتيب جدول مسابقة الدوري، وده اللي بيرغب فيه النادي الأهلي والمفروض اللي بيرغب فيه كل الأندية في الحقيقة، لكن اتحاد الكرة ما بيرغبش في كده. هنعمل إيه؟ هو اتحاد الكرة اللي عايز كده. فمش عارفين نعمل ايه بصراحه يعني، لكن الاهلي عارف هو بيعمل ايه كويس جدا، وطلع خطابه، طبعا راح لاتحاد الكوره وطلع البيان اللي اعلنه كل الناس، وبيحذر زي ما مكتوب في الخبر كده من تكرار ازمات الموسم الماضي، وده اللي اتكلمنا فيه، لان ازمات الموسم الماضي دي معناها ان احنا هنشوف موسم سيء جدا وكله مشاكل زي ما حدث الموسم الماضي. وبيأكد النادي الاهلي وكل الناس خلاص عارفه الكلام ده، ان الدعم الكامل للاجهزه الامنيه ده شيء مفروغ
منه. وخبر في الحقيقة مهم جدا من جريدة الأهرام من أكبر الجرائد يعني في مصر. نروح للأخبار أيضا، جريدة مهمة جدا تتكلم بتقول إيه؟ الأهلي: نحن على وضع ثبات، لن نلعب ولن ننسحب. وده مهم قوي، احنا مش هنلعب بس احنا ما بنسحبش. هتقول لي طب ازاي يعني؟ ما هو الاهلي بيطالب بشيء معين عايز ينفذه طبقا لاعلان اتحاد الكوره مع بدايه الموسم. احنا بنعيد وبنزيد عشان نوضح للناس اللي ممكن ما يكونش فاهم القصه فين دلوقتي، بنحاول نوضح له الامور. فبالتالي الاهلي مش بينسحب، الاهلي مش عايز يلعب غير بالترتيب اللي عنده، الجدول اللي عنده. الجدول بيقول ايه؟ الماتش الجاي الاهلي مين؟ اللي هو ماتش رقم 4 في الدوري الاهلي، مع مين؟ مع الزمالك. هو الاهلي عايز يلعب ماتش الزمالك بس، مفيش حاجه اكتر من كده. تدريبات ترفيه للفريق مع فايلر وزياره لبيبو في منزله الكابتن محمود الخطيب. طبعا احنا عارفين ان هو كان عمل جراحه حقن في الظهر ورجع امبارح من اسكندريه، لان هو كان موجود في مستشفى الملك في اسكندريه ورجع، وكان في زياره طبعا من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ليه في منزل الكابتن محمود الخطيب. نتمنى له الف سلامه ان شاء الله باذن الله، ويقوم لنا بالف سلامه باذن الله. فاتكلمنا على موضوع التدريبات، لكن انا في حته بس عايز اقولها. البعض ممكن يكون بيسمع بعض التصريحات من مسؤولين في انديه اخرى، وبستغرب في الحقيقه، بستغرب جدا. انا بحب اتكلم بصراحه دايما، ان بلاقي في نبره بعض الزملكاويه من الاخر من الاخر ان في سعاده بتأجيل مباراه الاهلي والزمالك. ليه يا جماعه؟ انتوا مش عارفين قيمه ناديكوا؟ انتوا مبسوطين ليه؟ مبسوطين ان انتوا مش هتلعبوا الاهلي؟ يا جماعه نادي الزمالك ده نادي كبير جدا، نادي كبير جدا، كيان كبير وتاريخ كبير جدا. انتوا المفروض تقدروا التاريخ ده، المفروض ما تبقوش. انا بتكلم على البعض، بتكلم على البعض، لان انا بحترم وبقدر جدا 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 جمهور نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك. لكن البعض تحس ان هو بيقول لك ايه؟ مش هنلعب ماتش الاهلي. طب ده كويس قوي، ده الاهلي فايق اليومين دول. يا جماعه انتوا نادي الزمالك، انتوا نادي كبير، انتوا بتقللوا من قيمه ناديكم بالطريقه دي، حاجه غريبه جدا. وبعدين اهلي وزمالك مباريات غير مضمونه، حتى لو الاهلي كويس الزمالك ممكن يكسب، حتى لو الزمالك كويس الاهلي ممكن يكسب. انا مش عارف يعني الناس اللي ممكن تكون ساعت تاجيل المباراه، او الناس اللي ممكن تكون فرحانه بتاجيل مباراه الاهلي والزمالك. انا مش عارف، انتوا مش عارفين قيمه ناديكم. نادي الزمالك نادي كبير جدا، لازم تعرفوا الموضوع ده كويس جدا يعني. ما تخافوش مواجهه اي حد، بتكلم على البعض يعني، لان اكيد جمهور نادي الزمالك عنده ثقه كبيره جدا في ناديه، المعظم منه طبعا، وده مؤكد، وكل الاحترام والتقدير للجميع في كل الاحوال يعني. لكن هي جزئيه لفتت نظري بصراحه. نروح للوطن. الاهلي يبلغ فايلر بعدم مواجهه الجونه وتجهيز مباريات وديه قويه، وده خلاص موضوع معروف. اللي جاي بقى هو الاهم بالنسبه لي، ازارو يبحث عن عرض الرحيل عن الدكه. هو اصلا في ماتشات عشان ازارو يعرف هيقعد على الدكه ولا مش هيعرف يقعد على الدكه، عشان ياخد قرار ان هو يدور على عروض يعني. هو في ماتشات بتتلعب؟ ما هو مفيش ماتشات بتتلعب يعني. هتقول لي طب ما هو ست ماتشات ازارو، ست ماتشات بالتحديد اربعه منهم كان ازارو خارج الصوره، كان ازارو مصاب، فلما بيجي يخش في المباريات بيخش تدريجيا، فده طبيعي. لكن مش معنى كده ان ازارو لعيب دكه يعني، بالعكس. انت ما حدش يعرف، انت ما تعرفش، حضرتك اللي كتب الخبر ده انت ما تعرفش مستر فايلر هيلاعب ازارو ولا لا اصلا كاساسي. ممكن تشتغل يا اخي، يمكن كان ازارو هيلعب ماتش الزمالك اساسي، لكن هو طبعا عشان مفيش كوره دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي، فهتلاقي اخبار زي دي عادي يعني. بس احنا بنعلق عليه، ما فيش اي بحث خالص عن عروض للرحيل بالنسبه لازارو. المدير الفني يخمد فتنه ديانج، والبعض يقول لك ديانج متضايق عشان ما فيش الكلام ده برده خالص، لان لسه اصلا مفيش اي حاجه جديده، مفيش ماتشات. ويؤكد جميع اللاعبين هيشاركوا، وده اللي بيحصل مع مستر فايلر فعلا. نروح للمسا. عايز اخد خبر المسا ده بشكل ايجابي مش بشكل سلبي يعني. بيقول لك ايه؟ فايلر يعلم نجوم الاهلي العرضيات. ممكن بعض يقول لك هو يعني لعيبه الاهلي ما تعرفش ما تعرفش ترفع الكوره يعني تعمل عرضيات؟ لا بتعرف، لكن هو ممكن يكون الراجل عايز يعمل طريقه معينه، ابتكار معين في العرضيات، وده حقه كمدير فني يعني. ده شيء ايجابي. سويسري شارك في اللعب ويحذر من اهدار الفرص، والنادي ينتظر رد الجماهيريه حول القمه اليوم. ما اعتقدش ان هيبقى في جديد النهارده يعني من قبل اتحاد الكوره يعني. نتمنى بصراحه ان هم يردوا النهارده. نروح للدستور. الاهلي يرفض رحيل رمضان صبحي ويطالب فايلر باحترام عقده مع الفريق. هو اصلا الاهلي لا طالب فايلر باحترام العقد، ولا فايلر طالب ان هو يمشي النادي الاهلي.
كلام ودي حصل بخصوص ان هو يروح سويسرا منتخب سويسرا وكلام من ده، لكن مفيش اي حاجه رسمي، والراجل مكمل مشروعه مع النادي الاهلي طبيعي جدا، مفيش اي مشكله. فايلر مش ماشي من النادي الاهلي، فخبر مش موفق بصراحه. وموضوع رمضان صبحي، رمضان مكمل لسه السنه الاعاره مع النادي الاهلي، وبعد كده لما هنشوف الجديد ايه، لكن رمضان بعقد اعاره مع النادي الاهلي ممكن لمده سنه، ما ينفعش يخرج اعاره في النص، يعني ما ينفعش يمشي في يناير، هو مكمل السنه. لما تكمل السنه ان شاء الله على خير باذن الله هنعرف موقف رمضان صبحي. طيب نروح لخبر اخر، الشروق سريعا. وبخلاف الاهلي يصرف 100,000 دولار لفايلر ومساعديهم كافه الفوز بالسوبر، المدير الفني يطلب مباراتين وديتين، كل الكلام ده كويس. معلول يجدد رفض الرحيل، لاعب متمسك جدا بتواجده، لكن الاهم بالنسبه لي عبد الفضيل كابتن شرفها فضيل، مدرب في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي طبعا، نجم النادي الاهلي السابق حضراتكم اكيد عارفين، بيطلب المعايشه مع مستر فايلر. ومش هو بس بالمناسبه، عدد كبير من مدربين قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اخد خبر سريع، يوم السابع الاهلي يحذر الشناوي من اكاذيب السماسره وفرقعه العروض وصرف موضوع الشناوي. يا جماعه الشناوي الراجل مركز قوي مع النادي الاهلي، ولو جاله عرض رسمي هيتم مناقشه العرض من قبل الاداره مع اللاعب، وكمان ده هشوفه الانسب لمصلحه النادي ومصلحه اللاعب. ده فيما يتعلق بالشناوي، عشان الكلام عليه برده كتير خلال الايام القليله الماضيه، وتقارير قالت مانشستر يونايتد وكلام من ده، مفيش اي حاجه رسمي جت للشناوي ولا اي لاعب اخر داخل القلعه الحمراء. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نواصل اخبار الاهلي في المواقع، استنونا. طيب بخلينا نروح نشوف اخبار الاهلي في المواقع، يلا بينا. اليوم السابع، مجلس الاهلي ينتظر شفاء الخطيب لعقد اجتماع يوم 29 اكتوبر. يورو سبورت عربيه، اخبار الاهلي ابلاغ بايلر بعدم مواجهه الجونه، تجهيز التصور، طرديه الشناوي معلوم. الشروق، مصدر بالاهلي للشروق عن ازمه القمه، لن نتراجع رغم الضغوط. فيتو، مصدر بالاهلي يكشف موقف فايلر من اقامه وديه هذا الاسبوع. بطولات، بعد اصابته بصليبي امام الاهلي صالح جمعه، نتمنى الشفاء للاعب الاعلاميين. فيتو، تعرف على موعد مشاركه نيدفيد في مباريات الاهلي. البوابة نيوز، قلق في الأهلي من رحيل فايلر لقيادة منتخب سويسرا. اليوم السابع، فايلر يسافر إلى سويسرا أول نوفمبر. أبتدي بفيتو. فيتو بتقول مصدر يعني قال لهم في نادي الأهلي، الموضوع معروف خلاص يعني اتكلمنا فيه يعني، بيكشف موقف فايلر من إقامة مباراة ودية هذا الأسبوع، وقلنا إن فايلر في انتظار وضوح الرؤية بشكل كامل فيما يتعلق بالمباريات المقبلة أو بموعد مباراة القمة يعني. هو الراجل مستني الميعاد بتاع ماتش القمة، وبعد كده هيشوف لو الميعاد ده بعيد هيلعب مباراة ودية 2-3 حسب الميعاد هيكون فين إمتى. لو الميعاد ده قريب ممكن ما يلعبش ولا مباراة ودية، فكله في انتظار اتحاد الكرة هيقول إيه. اللي ما بيقولش حاجة هنشوف هيقول ولا مش هيقول يعني. بطولات، بعد إصابته بالصليبي، موقع بطولات أمام الأهلي صالح جمعة، نتمنى الشفاء للاعب الإعلاميين. لاعب الإعلاميين اللي هو أحمد كمال جلبرتو، اتكلمنا في الموضوع ده امبارح، وهو تعرض إصابة بالقطع في رباط الصليبي في مباراة الأهلي والإعلاميين، وكان تدخل مع صالح جمعة، فالنادي الاهلي عرض علاج اللاعب عن طريق كابتن سيد عبد الحفيظ، والنادي الاعلاميين ما رضيش، قال احنا بنشكر النادي الاهلي وبنقدر الطلب ده، لكن في نفس الوقت احنا مرتبطين بعقد مع اللاعب واحنا اللي متكفلين بعلاجه. فصالح جمعه النهارده نزل تويته يعني بيدعم فيها اللاعب احمد كمال جلبرتو، بيتمنى له الشفاء العاجل. نروح لخبر اخر من فيتو، وبيتكلموا على ميعاد مشاركه نيدفيد في مباراه الاهلي، والميعاد المبدئي هيكون في شهر ديسمبر يعني، لان نيدفيد لسه يعني قدامه وقت عقبال ما يخش في التدريبات الجماعيه، قدامه حوالي اسبوعين تقريبا هيدخل في التدريبات الجماعيه، بعد ما يخش واحده واحده تدريجيا في التدريبات الجماعيه، وبعد كده يخش بشكل طبيعي في التقسيمات في التدريبات عادي، واحده واحده يبتدي يدخل في الصوره مع النادي الاهلي ان شاء الله على شهر ديسمبر او اخر كمان شهر 11 باذن الله. ولاعيب مهم جدا، نتمنى له يا رب كل التوفيق. نروح للبوابه نيوز،
وبتقول القلق في الاهلي من رحيل بايلر لقياده سويسرا، ومفيش قلق ولا حاجه، والموضوع يا جماعه زي ما وضحنا لحضراتكم فايلر موجود مع النادي الاهلي ومفيش عرض رسمي جاله من سويسرا، كلها عباره عن كلام واحاديث وديه يعني ما بين الراجل وما بين بعض المسؤولين في الاتحاد السويسري، بس مفيش اي تطورات للموضوع ده، والراجل بيحترم عقده جدا مع النادي الاهلي والاهلي بيحترم عقد النادي مع فايلر، والامور ماشيه بشكل طبيعي ومفيش اي جديد بخصوص هذا الملف، ومش هيبقى فيه اي جديد، الراجل مكمل مع النادي الاهلي بالطريقه العاديه بشكل طبيعي، وهيكمل مشروعه ان شاء الله باذن الله، واضح ان هو هيبقى مشروع ناجح جدا، البدايات دايما بتبقى عنوان للنهايات، بس النهايات باذن الله تكون بعيده بالنسبه لمستر فايلر، يعني يقعد فتره اطول فتره ممكنه مع النادي الاهلي، ده اللي بنطمح فيه في الحقيقه، بجانب تحقيق العديد والعديد من النجاحات المنتظره من قبل فايلر مع النادي الاهلي باذن الله. اليوم السابع تتكلم برضو عن فايلر، بتقول ان الراجل هيسافر سويسرا اول نوفمبر، وده بسبب طبعا ان احنا عارفين ان في مباريات هو معسكر المنتخب الاولمبي اللي بيستعد، هو معسكر المنتخب الاول كمان اللي بيستعدوا، سواء بالنسبه للمنتخب الاولمبي بطوله الامم الافريقيه تحت 23 عام اللي هتكون في مصر من يوم 8 ل 22 نوفمبر، فكده كده في توقف من يوم 28 او 29، فبالتالي ممكن الراجل ياخد اجازه يروح يسافر سويسرا يزور اسرته يعني وكده، وبعد كده هيرجع النادي الاهلي يعني. والمنتخب الاول احنا عارفين ان هو عنده ماتشين في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون مع كينيا ومع جزر القمر، وان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، فهيبقى في معسكر يعني. دي اخبار الاهلي في المواقع، الاخبار المحليه والعالميه ايه؟ نروح نشوفها. موقع الكابتن، اتحاد الكرة يحدد موعد القمة الجديد. البوابة سبورت، اقتراح بإقامة مباراة القمة 28 أكتوبر في برج العرب. موقع فيتو، برج العرب يستضيف لقاء مصر وكينيا. الوفد، ودية 8 نوفمبر، أولى الأزمات أمام حسام البدري في منتخب مصر. 1-3، البدري يطالب جهاز المعاون بمتابعة صخرة الأهلي. الفجر الرياضي، المنتخب الأولمبي يستقر على موعد معسكر أمم أفريقيا للشباب. اليوم السابع، محمد محمود ضمن قائمة الـ30 لاعبا المبدئية للمنتخب الأولمبي بأمم أفريقيا. الوطن سبورت، استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للأندية وأبو الرجال ممثلا وحيدا لمصر. موقع مبتدا، فرانس فوتبول تكشف عن 30 مرشحا للفوز بالكره الذهبيه 2019 جدد. سبورت 360، برشلونه يستعيد صداره الدوري الاسباني بعد 153 يوما. يلا كوره، مدرب مايوركا، الفوز على ريال مدريد منحنا 10 نقاط وليس 3. الشروق، فان دايك، التتويج بالدوري الانجليزي يعني الكثير لنا. موقع بطولات، مانشستر سيتي يمنح رحيم ستيرلينج اعلى راتب في البريمير ليج بسبب ريال مدريد. في الجول، الرباط الصليبي يضرب مدافع باير. طيب هعلق على بعض العناوين سريعا كده، بالتحديد موقع الكابتن بيقول ايه؟ بيقول ان اتحاد الكره يحدد موعد القمه الجديده، هو كان عباره عن اتجاه او تفكير يعني موجود عندهم ان ميعاد القمه يبقى يوم 28 لو الزمالك تاهل من مباراه يوم 24 مع جنراسيون فوت لدوري ابطال افريقيا، فمش هيبقى عنده ارتباطات في الكونفدراليه يوم 29 او 30، فبالتالي ممكن نلعب مباراه يوم 28، كلها اقتراحات لكن مفيش اي حاجه رسميه حصلت يعني، مفيش اي جديد. نفس الكلام بابا سبورت بتقول كده، اقتراح باقامه مباراه القمه 28 اكتوبر في برج العرب، برضه لغايه دلوقتي اقتراحات مفيش اي حاجه رسميه لحد دلوقتي. فنتمنى يا ريت يبقى الماتش يوم 28 الدنيا تمشي يا مسهل. فيتو، برج العرب يستضيف لقاء مصر وكينيا، وده طبيعي، امر طبيعي جدا، مباراه رسميه طبعا في بطوله او في التصفيات المؤهله لامم افريقيا، فالتوقيت ده استاد القاهره، طبعا المنتخب الاول كان نفسه يلعب في استاد القاهره، استاد القاهره هيستضيف مباريات المجموعه الاولى في بطوله الامم الافريقيه تحت 23 عاما، فبالتالي طبيعي جدا تعترف في برج العرب. الوفد بتقول ان في بوادر ازمه كده امام الكابتن حسام البدري بسبب مباراه 8 نوفمبر، مباراه وديه، والكابتن حسام البدري عايز يلعب مع جيبوتي او ليبيريا من غير المحترفين، فبالتالي اتحاد الكره
عايز يلعب في التوقيت ده برضو دور ال 64 وال 32 من بطوله كاس مصر. فالمواعيد المقترحه من يوم 1 ليوم 9، فصعب ان يعني دي ازمه لسه هنشوف الموضوع هيستقر على ايه في النهايه ما بين كابتن حسام بدري والاتحاد اللي هيستقروا عليه او اللي يشوفوه مصلحه المنتخب اكيد هيتعمل يعني. 1-3 البدري يطالب الجهاز المعاون بمتابعه صفقه الاهلي اللي هو رامي ربيعه، ورامي ربيعه لعيب منتخبات بالمناسبه يعني، لعيب كبير جدا ربنا يحميه يا رب من اصابات، لو ما فيش اصابات ده رقم واحد في منتخب مصر في خط الدفاع، لعيب كبير جدا يعني. الفجر الرياضي المنتخب الاولمبي يستقر على موعد معسكر امم افريقيا للشباب هيكون بدايه من يوم 28 واول مباراه هتكون يوم 8 فبراير 8 نوفمبر عفوا شهر 11، فبالتالي المعسكر هيبتدي من يوم 28، فان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. في قلق شويه منتخب الاولمبي بس باذن الله باذن الله هم قادرين جهاز فني ولاعبين ان هم يحققوا المراد يعني. اليوم السابع بتقول ان محمد محمود هيكون ضمن القائمه المكونه من 30 لعيب، هي قائمه مبدئيه احنا عارفين في الاخر بيتم الاستقرار على 21 لعيب بس، لكن محمد محمود عنصر مهم جدا والكابتن شادي غريب مهتم قوي قوي بتواجد محمد محمود في بطوله الامم الافريقيه، وهو الحمد لله لعيب جاهز ومهيئ للمشاركه يعني في البطوله. سريعا من الاخبار العالميه سبورت 360، برشلونه يستعيد صداره الدوري الاسباني بعد 153 يوم، هم امبارح كسبوا 3-0 كسبوا ايبار باهداف ميسي وسواريز وجريزمان، في نفس الوقت ريال مدريد للاسف خسرت من ريال مايوركا 1-0 في ملعب مايوركا، بالتالي ريال مدريد رصيدها زي ما هو 18 نقطه، برشلونه بقى 19 فبتصدر بطوله الدوري الاسباني. الشروق فان دايك بيتكلم على التتويج بالدوري الانجليزي ان هو بيعني لهم الكثير خصوصا بعد غياب 30 سنه، وتطرق في الحديث في العديد من الامور في الحقيقه من خلال تصريح لبعض الصحف الانجليزيه، وقال ان شخصيه يورجن كلوب مميزه جدا وبشكره على منح الفرصه ان انا انضم ليفربول، واحنا اخفقنا في اول موسم ليا مع ليفربول ان احنا ناخد تشامبيونز ليج، لكن موسم تاني نجحنا، السنه اللي فاتت اخفقنا في الحصول على بطوله الدوري، ان شاء الله السنه دي ننجح ان احنا نرجع البطوله دي بعد غياب 30 سنه يعني. بطولات مانشستر سيتي يمنح رحيم ستيرلينج اعلى راتب في البريمير ليج بسبب ريال مدريد، ريال مدريد بترغب في التعاقد مع رحيم ستيرلينج طبقا للتقارير مقابل 200 مليون جنيه استرليني، فبالتالي مانشستر سيتي عايز يامن اللاعب فهيديله او عايز يديله 450 الف استرليني في الاسبوع، وهو اصلا بياخد 355 الف استرليني فهيزودوا العقد بتاعه او يعدلوه يعني، وهيبقى اعلى عقد في البريمير ليج رحيم ستيرلينج لو ده حصل، واعلى عقد في لعيب او اعلى لاعب ليه عقد في مانشستر سيتي هو دي بروين ب 350 الف استرليني، هنشوف اللي هيحصل مع رحيم ستيرلينج لعيب مميز جدا ومهم جدا طبعا. اخر خبر معانا في الجول الرباط الصليبي يضرب مدافع باير نيكولاس زولر، طبعا لعيب ومدافع قوي جدا جاله قطع في الرباط الصليبي بعد مباراه اوجسبورج امبارح وانتهى بالتعادل الايجابي 2-2 ما بين بايرن ميونخ وهذا الفريق، نتمنى له الشفاء العاجل، لعيب كبير جدا سواء المنتخب الالماني او ايضا لفريق بايرن ميونخ. دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه الهامه جدا، هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل فقره حواريه غايه في الاهميه هنفتح فيها كل الملفات وهنتكلم بصراحه كما هو المعتاد مع ضيفنا العزيز الاستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام، استنونا بعد الفاصل. الاستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام بينورنا ويشرفنا كالعاده، استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ امير واهلا بالساده المشاهدين وجمال النادي الاهلي العريق يعني. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عايزين نبتدي بالملف الساخن وحديث الساعه دلوقتي في الرياضه المصريه والكره المصريه بالتحديد فيما يتعلق بمصير بطوله الدوري، تعقيب حضرتك. هو طبعا من الناحيه نتكلم الاول من الناحيه الفنيه سريعا كده ان النادي الاهلي انطلاقه قويه بالنسبه للتكلم على فايلر الاول يعني والناحيه الفنيه اتفضل سريعا كده الحقيقه طبعا يمكن فايلر يمكن نقدم ورق اعتماده مبكرا ولكن طبعا زي ما بنقول العبره بالخواتيم يعني ولكن هناك مؤشرات للخواتيم دي هناك مؤشرات جيده جدا ومؤشرات متميزه وواضح ان هو عنده طموح يتناسب مع امكانيات النادي الاهلي مع رغبه النادي الاهلي مع تميز النادي الاهلي في الحصول على البطولات وعلى الالقاب فواضح من البدايه ان هو ما بيعتمدش على اسماء بعينها او بعدد افراد بعينهم واضح ان هو بيعتمد على الفريق كتيم وورك بشكل عام يعني ما بيعتمد على مراكز ما بيعتمدش على اسماء وما بيعتمدش على افراد هم اللي بيقودوا المسيره لكن هو من المجمل كده من الانطباع الاول
ان هو عنده طموح وعنده ما يتناسب مع قدرات النادي الاهلي هتساعده كتير على فكره يعني. بالنسبه للدوري بقى بشكل عام، ابرز ما يميز فايلر الاول وايه الايجابيات اللي انت شفتها من ست ماتشات اللي اتلعبوا يعني، وممكن يكون هم دول بس ست ماتشات اللي هيتلعبوا، مش عارفين في ماتشات ثانيه ولا لا؟ هو بص تطوير اداء الفريق بشكل عام كويس من المجمل. بس روح التميز في لعيبه معينه كويس. مفاتيح لعب النادي الاهلي اصبحت كثيره، ومفاتيح لعب النادي الاهلي مش قدرات هجوميه فقط، القدرات الهجوميه بتبدا من الخلف زي ما بيقولوا. اعتماده على ناحيه الجانبين، اعتماد على محمد هاني في الناحيه اليمين او احمد فتحي، والناحيه الثانيه علي معلول، واعتماده كمان على ان اظهر قدرات حسين الشحات الحقيقيه. بالظبط. واظهر طبعا نوازع هجوميه عند رمضان صبحي. رمضان صبحي ما كناش بنشوفه الفتره الاخيره بيقاتل على كل كوره، عنده واجبات دفاعيه دلوقتي ما كانتش ظاهره. فبالتالي اصبح كل واحد من اللعيبه دلوقتي اصبح يهدد غيره ويهدد نفسه ويهدد غيره ان هو لازم يشارك. ده شيء ايجابي في مصلحه جداً. طبعا دي طبعا نواحي ايجابيه اعتقد ان هي يعني هتستمر، مش هتتوقف عند مباراه معينه او نتيجه معينه يعني. ممكن بنفس الاداء كمان يعني نشوف الاهلي في تكرار للاداء المميز على مباراه ليه؟ لانه زي ما قلت لك، بس روح الاداء المنافسه عند كل لاعب كويس. مفيش لاعب دلوقتي، اي لاعب في النادي الاهلي بيتهدده الخطر من القعده على الجلوس على دكه البدلاء. فبالتالي بيبذل اقصى طاقه. المدرب الكويس مش بيذاكر كويس، المدرب الكويس انه يفجر اقصى طاقه في كل لاعب ويخرج الدوافع كلها عند اللاعب، كلها سواء يخلق دوافع فنيه ومهاريه وبدنيه. لو نجحت، واضح قوي كمان ان ارتفاع اللياقه البدنيه عند لعيبه النادي الاهلي واضح قوي، واضح جدا. حتى في المباراه الوديه، اتفرجت على مباراه الالمين الوديه، اتفرجت على الماتش طبعا. كنت في الملعب. وواضح جدا ان اللياقه البدنيه عند النادي الاهلي كبيره، بدليل ان واحد زي محمد محمود الشوط اللي لعبه عمل ايه. محمد محمود طمن الناس، كان هايل في المباراه. حتى ظهر بنيو لوك جديد، مربي شعره كده وحاجه تفرح يعني الحقيقه. والحمد يعني كانه لم يصب يعني، راجع بلقب بشكل طبيعي وبيخش على الكوره عادي جدا. حتى بديله كمان اللي نزل فيه لعيب كويس مواليد 2001 العربي بدر. ده بقى ينتظر مستقبل فعلا متميز جدا، قريب جدا هتلاقيه كمان مع النادي الاهلي ان شاء الله. يعني واحد جدا. سعد سمير كمان عودته مهمه قوي طبعا. بس هو يمكن كان سنه وزن زاد لا الوزن زاد سنه ولكن اللياقه كويسه عوده برضو وجود رامي ربيعه كمان، وكان متالق في المباراه الوديه. لا لعيبه النادي الاهلي تحس ان هم لا بيسابقوا الزمن. أزارو كمان احرز هدف في المباراه، وبينافسوا نفسهم. أزارو سجل الهدف في الشوط الاول، ويمكن اضاع هدف، وصالح جمعه اهدر ركله جزاء تصدى ليها حارس مرمى الاعلاميين. يمكن اللعيبه كلها بصراحه نزلت وكانوا مستواهم كويس، وهم اقرب. وليد سليمان طبعا ما شاء الله عليه. يعني النادي الاهلي انا استطيع اقول لك ان اي واحد زي اللاعب الاساسي. انا بقول لك من دلوقتي اليونج هيبقى اليونج هيبقى مفاجاه للاهلي هذا الموسم فعلا. لعب المباراه الوديه لعبه كان حاجه هايل يعني، مش هايل خط دار نص الملعب هو محمد محمود. الاثنين كانوا متعاونين كمان، وكانوا تفاهم كان قريب بينهم هما الاثنين يعني. انا شايف ان هو هيبقى مفاجاه النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله. اجايه في الاخر نزل في الاخر، وكان لعب كويس قوي، كان محطه كويسه برضو هو، وكان كمل هو وازارو. ازارو كمل نهايه المباراه، واصبحوا هما الاثنين كان مصدر خطوره يعني النادي الاهلي. طيب يعني كويس، احنا خدنا تقرير وافي عن مباراه الاهلي والاعلاميين من استاذ محمد باهي اللي حضر هذه المباراه. المباراه كانت من كام يوم، كانت المفروض استعدادا لمباراه الزمالك اللي هي كانت المفروض تبقى امبارح
الناحيه. المفروض ان احنا كل النهارده بنتكلم في نتيجه مباراه الاهلي والزمالك، لكن للاسف ده ما حصلش، وبالتالي مباراه الاهلي دي ممكن ما تكونش اخر مباراه وديه للنادي الاهلي، ممكن تلاقي مباراه وديه بشكل مستمر خلال الفتره اللي جايه. فبالتالي عايز اخد تعقيب حضرتك على الاحداث دلوقتي، رايك ايه والازمه اللي على الساحه الكرويه المصريه؟ بصراحه يعني احنا شايفين كلنا، كل المتابعين وكل مش المتابعين بس، وكل اللي ايديهم في الوسط يعني، طبعا كانت مفاجاه كبيره جدا جدا. مفاجاه طبعا طبعا طبعا، مفاجاه تاجيل المباراه، وخصوصا انها جت لدواعي امنيه. يعني انت شايف دلوقتي بمعنى انت شايف انت الحاله مستقره، الدنيا مستقره، واتلعبت ماتشات كتيره قبليها، والدنيا والعجله مستمره بالنسبه للدوري الممتاز، وما فيش اي شكوى من اي حاجه. طبعا المفاجاه انك انت المباراه اصلا كانت هتبقى بدون جمهور وفي برج العرب، يعني مأمنه نفسها من غير حاجه. عمليه مين بقى اللي كان السبب، ومين اللي اصدر القرار، ومين اللي خد تعليمات من مين عشان يصدر القرار، واتحاد الكوره دخل وقال كلامك مليء بالكواليس. يعني العمليه طبعا تدعو الى التساؤلات ومزيد من الدهشه والاستغراب. يمكن اتحاد الكوره لما قال الامن، احنا المنوط بنا الامن طبعا، الامن هو اللي ياجل، هو الامن ما ياجلش، هو اللي شايف حاله البلاد وحاله. لكن انا شايف ان الامن رفع الحرج او حاول ان هو ما يحطش اتحاد الكره في حرج. انا شايف ان قرار اتحاد الكره كان في البدايه مش بيستند لدواعي امنيه اصلا. طبعا زي ما اتكلمنا. فهو رفع الحرج عن اتحاد الكوره، وانا شايف دلوقتي ان مفيش اي حاجه رسمي حتى خرجت من الامن ان يقول ان المباراه مؤجله لدواعي امنيه. يعني معنى كلام حضرتك ان اتحاد الكوره هو اللي تحرك لتاجيل هذه المباراه؟ طبعا طبعا. يعني بتاكد على كلامنا اللي قلناه في بدايه الحلقه. بص عايز اقول لك حاجه، يعني هو اتحرك لكده مش عارف هل هو يقصد مجامله الطرف على طرف اخر ولا ما يقصدش، ولا هو وطني اكتر من الوطنيين ان هو يشوف انه يعدي المرحله دي برمتها كده، ان شاف المشهد بتاع الاهلي والزمالك في السوبر يعني عشان ما يتكررش، عشان ما يصدرلوش ازمه او مشكله. لكن انا شايف ان من الشجاعه ان انت طالما في موقع مسؤوليه يبقى تكون قدها. موقع مسؤوليه بقى انت بتدير بحسن النيه اولا، ثم تسيب ردود الافعال، لان انت تبذل اقصى ما في وسعك، لان انت يوم ما طلعت في يوم القرعه كانت قرعه حضاريه جدا جدا، واشدنا بيها كتير جدا. لما قلت ان ما فيش تاجيل ولا مباراه كلنا ترقبنا وكلنا انبسطنا جدا. المشكله ان انت لما تيجي تاجل المباراه يتبعها مؤجلات ثم مؤجلات، وتاجيل المؤجلات هتخش في دوامه كبيره جدا. اضف الى ذلك طبعا يمكن النادي الاهلي يعني اثلج صدور جماهيره بالبيان اللي هو اصدره. طبعا كان بيان واقعي جدا، وبيان محترم، وبيان قد ايه بيصدر عن اداره واعيه واداره قويه، تعرف هي بتتكلم امتى وبتتكلم تقول ايه، وتقدر تقدر كمان حجم المسؤوليه الملقاه على عاتقها وحجم جماهيرها العريضه، ان بتقدر تخاطب الراي العام بشكل عام سواء جماهير او مسؤولين. لا هو النادي الاهلي طلع في الوقت المناسب والقى البيانه المهم جدا، اللي طبعا كان رد فعله عند المسؤولين في اتحاد الكوره رد فعل طبعا اعتقد ان هو رد فعل محترم، انه هيعيد النظر في موضوع. هو كان في رد فعل البيان في اتحاد الكوره بدليل انه بيفكر ان يقيم مباراه القمه قبل نهايه اكتوبر. يعني ده فعلا تفكير وارد موجود جدا جدا. وانا شايف ان في الساعات القليله القادمه ده طبعا طبقا للمعلومات اللي صدرت. طبعا معلومات مؤكده يعني كويس، ان هيطلع وهيتحدد موعد قريب جدا للمباراه. مباراه القمه طبعا ان شاء الله. يعني بنسبه كام، معلش يا استاذ محمد، بنسبه كام ممكن يكون الماتش يوم 28؟ لا 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 تقل عن 90% للدرجه دي. لان في مشكله هنا، الاتحاد لو اصر على ان هو يعاقب اي فرقه هتنسحب النهارده، في خبر طالع
ان انسحاب اي فريق بيساوي 9 نقاط خصم 9 نقاط و200 الف جنيه من اي مباراه. ده من اي مباراه للمره الاولى. انت عارف اللوائح بتقول ان اول مره دي ما فيش حاجه اسمها تنزل درجه ثانيه وكره القصه دي، بس هي اللي هو ده لو اصلا حد هينسحب مغلظه، ده لو حد هينسحب دايما بالاتحاد الكره او اللجنه المسابقه بتلتمس الاعذار للانديه في الانسحاب الاول. تمام. الانسحاب الثاني هو اللي بيبقى قاسي شويه. أيوة جدا، العقوبات مغلظه. بيتكلموا في الموضوع ده على ان كده الاهلي هينسحب، بس استاذ محمد الاهلي لا هينسحب. هو ما قالش، ما جابش سيره الاهلي. ايوه هو ما هو معناه انه بيصرح الخبر ده، يبقى قصده بيلمح. ايوه بيلمح. لكن انا شايف الاهلي واخد موقف مش انسحاب، الاهلي عايز يلعب المباراه اللي عنده في الجدول بس مش اكتر. خلي بالك ده موقف برضه بعض الانديه كمان. بالظبط بالظبط. وانا من حق ان انا العب طبقا لتكافؤ الفرص في التسلسل الطبيعي والمنطقي زي المباراة. فريق زي المقاولين ده مثلا يا استاذ محمد، فريق المقاولين ده كان مع كل الاحترام والتقدير هيلاعب مين؟ اسوان. اسوان فجاه قبل الماتش ب 48 ساعه قالوا انت هتلاعب الزمالك. فريق كبير وهيلاعب الزمالك ماتش صعب. طبعا. اصعب من استعداداته طبعا مختلفه. طبعا تختلف في 48 ساعه. طبعا مريح لاعيبه معينه. بالزبط. بيدرب لاعب خطه بطريقه معينه. بالزبط. معود لعيبته على بطريقه معينه في الملعب. لقى نفسه هيغيرها. فطبعا دي كلها بتربك حسابات اي فريق واي اي مسابقه. اكيد. لكن انا عايز اقول برضو ايه هي عمليه الامن. يعني معلش يعني احنا طبعا كلنا مساندين للامن في مصر، وكلنا مساندين للشرطه والجيش وكل اللوائح التامينيه طبعا. لكن انا شايف ان في البعض والبعض القليل اللي بيصدر ازمات بدون داعي. بمعنى يعني مثلا انت عندك صدر قرار من حوالي اسبوع كده ان مفيش ماتشات تلعب في بني سويف. في استاد بني سويف. ليه؟ دواعي امنيه. طب لو انت فعلا واثق من قرارك ان ده الدواعي امنيه فتمسك بقرارك. النهارده بني سويف عمره في حياته ما لعب في ملعب تاني غير الاستاد. تليفونات بني سويف عمره ما لعب في اي ملعب غير في هذا الملعب. فالاثنين جريوا وفعلا حصلوا على استعادوا موافقه اللعب على الاستاد. كويس. وفعلا بني سويف لعب النهارده في لعب النهارده في الدولة الأولى افتتاحها. النهارده في أزمة برضه مثلا في بيلا. بيلا في ملعبه لعب طول السنة اللي فاتت في ملعبه. كويس. وبحضور جماهير السنة اللي فاتت كلها. وبحضور جماهير. وأكثر نسبة جماهير كانت بتحضر في المباريات في ملعب بيلا. كويس. السنة دي طلع لدواعي أمنية إنه ما يلعبش في ملعبه. إذا هنا هيلعب طول الموسم خارج ملعبه. هناك محاولات مضنية من مسؤولي بيلا انه يلعب في ملعبه، لان ده احد ابرز اسلحته. وخصوصا ان انت لمحت واشرت بان دوري المحترفين هيتطبق السنه الجايه. معنى كده ان هبوط 5، يعني بدل ما كان هيهبط 2 هيهبط 5. اذا انا ما بلعبش في ملعبي يبقى انا اقرب للهبوط. فبالتالي بيلا دلوقتي بيحاول ان هو يستعيد ارضه او يستعيد ملعبه من جديد من خلال الامن. واحنا انا واثق ان شاء الله باذن الله الامن هيسمح له ان هو يلعب على ملعبه. اذا هنا انا يعني في هنا مرونه. يعني المفروض ان يبقى في مرونه فعلا، وفي هنا احنا عندنا امن واعي في كل الملاعب تجاه كل الانديه. واعتقد ان هو قادر على ان يؤمن اي مباراه طبعا. مهما كان حجمها طبعا. ومهما كان قوتها. يعني مش عايزين نكرر الكلام اللي هو اللي بيقول ان في المباريات بتتلعب وبجمهور في بعض البلدان فعلا اللي فيها مشاكل ارتباك. يعني زي سوريا وليبيا والعراق وفلسطين كل اللعب بجمهور حتى الان. احنا البلد الوحيده يكاد يكون البلد الوحيده اللي في العالم اللي بتلعب بدون جمهور حتى الان. انا واثق من امكانيات وقدرات الامن على تامين المباريات. لان في نقطه برضو مهمه جدا، ان انت طول ما انت عمال تقول دواعي امنيه دواعي امنيه انت بتدي انطباع سلبي قوي. بالظبط بالظبط. احنا البلد بدات تقف على رجليها. بالظبط. وبدا الامن وبنفتخر بحاجه اسمها الامن والامان. اكيد. وكلنا دلوقتي يعني بنسهر صباحي في اي حته بنشعر بالامن والامان. فانت بلاش تحسس الدنيا الناس بره ان احنا عندنا حاجه. فانا بناشد يعني انا شايف ان المسؤولين في القياده السياسيه والقياده الامنيه لا عندهم وعي كبير جدا جدا ان هم فعلا يقدروا ان هم يامنوا مباريات كره القدم. لان تامين المباريات هو دلاله على كبيره على الامن والامان في مصر. يعني
طيب الحل للخروج من الازمه، قبل ما اتكلم عن الحل للخروج من الازمه عايز اقول مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد دلوقتي بقى تعادل ايجابي 1-1، هدف احرزه لالانا من اسيست لاندرو روبرتسون في الدقيقه 85، ناقص اقل من 5 دقائق كمان دلوقتي على نهايه هذه القمه الانجليزيه ما بين مانشستر يونايتد وليفربول، والتعادل الايجابي 1-1. اتفضل الحل للخروج من الازمه من وجهه نظر حضرتك ممكن يكون ايه؟ لا، هي الكره دلوقتي في ملعب اتحاد الكوره، الكرة في ملعب الاتحاد طبعا. أوه. طبعا. هو يخرج من الازمه دي خلاص، هو نفذ تاجيل المباراه بالظبط. هو المفروض انها كانت هتلعب خلاص امبارح، خلاص ما اتلعبتش، خلاص بقى انت نفذت ايه دماغك، خلاص اجلا ام عاجلا المباراه هتلعب ولا مش هتلعب؟ هتتلعب، يبقى هتتلعب. خلاص انت نفذت رايك وخلاص الاسبوع الخامس يعتبر بيتلعب. فانت لا، العب بقى المباراه، يعني يمكن الزمالك عنده مباراه جنراسيون، ممكن تلعب بعد مباراه جنراسيون خلاص بثلاث اربع ايام وتلعب وترحل المباريات اللي جايه اللي هي الموجوده الاسبوع الخامس او السادس، ترحلها وتلعب بنظام الترحيل ده عشان تتجنب مزيد من التاجيلات. طبعا طبعا، اصل انت ما ينفعش انت تاجل اسبوع مباراه في الاسبوع الخامس او الرابع وترحلها في وسط الموسم، مفيش تكافؤ فرص. انت دلوقتي عندك في لعيبه بتتصاب، في لعيبه بتحصل على كروت صفراء وحمراء و و و، فانت التسلسل المنطقي للمباريات انك تكافؤ الفرص. صح. فانت لازم ترحل المباريات مش تاجلها، الفرق بين التاجيل والترحيل. ترحل بس التاجيل. وانا واثق ان شاء الله باذن الله من موضوع الترحيل ده، وان شاء الله باذن الله الازمه هتتحل قريب باذن الله. يعني. تتحل؟ اكيد ان شاء الله ان شاء الله. طب ازاي النهارده اتحاد الكوره بيعلن عن حكام مباراه الاهلي والجونه من الاربع الاهلي مش هيلعبها؟ ازاي؟ بتشوف الموقف ده ازاي؟ بص، انا شايف ان هو هيبقى في اجتماع قريب جدا. فين؟ في اتحاد الكوره؟ هيبقى اجتماع شبه طار، لان رئيس الاتحاد الكوره حاليا مش موجود. موجود في امريكا. راجع امتى؟ والله هو ما اعلنش عودته امتى، يعني عمرو الجنايني ممكن يرجع في وسط الاسبوع، يعني ممكن يرجع. هل الكره المصريه مستحمله دلوقتي عدم تفرغ المسؤولين لادارتها؟ هي دي مشكله كبيره. هل احنا مستحملين كده؟ طبعا. هو كان الاولى ان انت تختار لجنه متفرغه. بالظبط. تعرف زي حكايه المدير التنفيذي لاي مكان، اي سواء في الاتحاد او في الانديه، لازم يكون متفرغ، ده شرط اساسي طبعا. فلازم يكون القياده الاداريه او اللجنه، طالما انت جبت لجنه لازم تكون متفرغه، وخصوصا انها بتتقاضى اجر. طبعا طبعا. انت بتتقاضى اجر ليه؟ عشان تقول انا مسافر وراجع تاني، عشان تبوظ المسابقه، عشان تربكها، تربك الانديه، وعشان تدمر الكره في مصر. فطبعا ده يعتبر تشتيت وتدمير زي ما بيقولوا يعني. بس انا شايف ان صوت العقل هيبقى قريب جدا جدا من مرحله التنفيذ حل الازمه. وشايف ان شاء الله باذن الله يعني في جهه ما يعني هتتدخل في الموضوع. وهتبقى في يعني حلول. هيبقى في حلول عقلانيه جدا ومنطقيه في نفس الوقت. كويس. لان لو ما حصلش هيبقى مشكله كبيره جدا جدا لاحد الاطراف، اللي هيصدر هيبقى مصدر مشكله كبيره. لو الاتحاد نشف دماغه هيسبب لنفسه ازمه طبعا. لو النادي الاهلي برضه لازم يكون عنده يعني جزء من المرونه، ان يبقى في اجتماع بين جميع الاطراف، ولازم يوصلوا لحل ضروري، لان احنا لسه في بدايه الموسم، لان اي ازمه يتبعها ازمات طبعا. لو ما اتحلتش الازمه دي متهيألي ده بالنسبه له في انتظار الحلول اللي بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في اول مباراه مع نادي الزمالك. هي دي حلول النادي الاهلي. بالظبط كده بالظبط. وانا شايف ان شاء الله باذن الله يبقى في حلول. دايما احنا الحلول بتيجي في الوقت بدل الضايع. دايما احنا بنتكلم في ازمات للاسف. طبعا. ما بنتكلمش في كوره. فبالتالي عايز اخد تقييمك لاول 3 اسابيع في الدوري بقى، مش اول 4 كمان، رايك ايه؟ هو طبعا بص، السنة اللي فاتت قالوا بيراميدز أثرى الدوري، وقال وأنا قلت معاك هنا في حلقة إن بيراميدز زي أي فريق دخل في الدوري الممتاز بغربال جديد، زي المقصة دخل وأثرى الدوري وكان بيلعب في المربع الذهبي. فعلا فعلا. كل فرقة بتيجي عندها إمكانيات بتثري الدوري.
بيراميدز ما اضافش للدوري جديد، بيراميدز اشعل سوق اللاعبين بس ده اشعل سوق المنافسه، المنافسه هنا ساخنه وملتهبه على اللعيبه، مش ساخنه وملتهبه داخل ارض الملعب. بدليل انت عندك بيراميدز نتائجه ايه؟ تعادل الماتش اللي فات، وانا شايف كمان انه هيبقى عنده نظيف من النقاط زيه زي المقاصه، زي المصري، زي الاتحاد، زي كل الانديه. انا مش عايز اكون متفائل اكتر من اللازم لو قلت لك كمان ان النادي الاهلي ممكن يفرق بعدد النقاط لو مشي بنفس الوتيره، وكان فعلا هو قادر على انه يمشي بنفس الوتيره، لان مش مباراه ولا اثنين ولا ثلاثه فاز بيهم بالصدفه. للاهلي ليه شك؟ استاذ محمد، هو حد حاول يعطل الاهلي باللي بيحصل ده؟ طبعا، يعني دي محاولات لتعطيل الاهلي طبعا، خصوصا طبعاً. بعد ما شاء الله لقوة الإبلاء الأداء المبهر على مدار ثلاث مباريات، كان منطلق كالصاروخ زي ما بيقولوا ما شاء الله. بص، الأهلي لأول مرة في تاريخه بيكسب الإنتاج الحربي بالأربعة، والأول مرة بيكسب أسوان بالخمسة. إذا هنا النادي الأهلي بيوصل لمرمى المنافسين كتير جدا، بغض النظر بقى عن التهديف. لا، وصل لفورمة عالية، فورمة فنية، فورمة إدارية بتساند النادي طبعاً. إداريا على مستوى الكرة بالتحديد من الجهاز الفني. بالمناسبة مستر فايلر يا جماعة، مستر فايلر إداريا فيما يتعلق بالفرقة بتاعته متداخل جدا في الجانب الإداري، ده شيء مميز إداريا وفنيا وبدنيا وذهنيا مع اللاعبين، نفسيا كمان. طبعا الراجل دايس في كل حاجة. هقول لك على حاجة يمكن في ناس كتير قوي ما اتكلمتش فيها. أنت عارف فايلر في ماتشات القدام والتدريب بيقعد فين؟ جات لي المعلومة، بيقعد في المدرجات. فدي برضو حتى في التقسيمه مع نهايه التدريبات. طبعا. ده فكر فكر ان انا بشوف من من اعلى نقطه، خصوصا ان هو في مرحله تقييم. طبعا. بشوف من اعلى نقطه زي بص، انت لما تيجي تسال المشاهدين والمتفرجين عن المباراه، اللي بيحضروا في الاستاد بيبقى تقييمهم صح، اقرب الى الصح. ليه؟ لان بيتفرجوا من اعلى نقطه، شايف اللي شايف من فوق غير اللي شايف من المونيتور. اللي شايف في المونيتور مش شايف الابعاد، مش شايف ابعاد الملعب. ولذلك انا دايما اقول ان الناس اللي بتحلل المباريات من الاستوديوهات بيبقوا يعني ما فيش منطقيه شويه. بالظبط بالظبط، لان انت طبعا الناس كبار انت بيقدروا يحللوا. لا، انا بتكلم على ان انت عينك على الكوره. انا ككره راح من سين لصاد لعين لغير، هم بخبرتهم برضو بيقدروا يقروا يعني. اكيد. لكن انت لو شايف من الملعب، لا، انت بتشوف البلايند سايد زي ما بيقولوا، في المناطق العامه اللي معهوش الكره بتحرك ازاي. صح. دي ما بتبانش كتير في الشاشه. واللي بدايه من حارس المرمى لحد الاقصى المهاجمين. انا شايف ان المرحله الاولى او الاسابيع الاربعه بتنوم على قوة تهديفية، قدرة تهديفية. واضح ان اللياقة البدنية عالية جدا لدى كل الفرق، معظم الفرق جاهزين كويس. جاهزين ليه؟ لان كل الفرق دلوقتي عندهم مخططين احمال فعلا، ومخططين احمال على مستوى عالي. طيب، انا عايز اتكلم بالتحديد على الاهلي. هل الاهلي مستفيد من فترة التوقف اللي بالنسبة له بقت اطول من الاندية التانية، ولا متضرر؟ لا، متضرر فنيا. لا، متضرر طبعا. متضرر. طبعا. اصل انت وقفتني عن الانطلاق، عامل زي اللي بيجري ماراثون. فانت بتجري وخلاص، انت سبقت، بدات تسبق. زي اللي ماشي في سباق عربيات وحطيت له مطب. بس. طب يبقى انا استفدت ايه؟ عطلت. يبقى انا استنى بقى الناس كلها لما تيجي. لا، ده انا كمان ايه؟ ده انا ممكن استنى لحد ما حد يعديني. وده اللي حصل. النهارده الزمالك عنده كام بونت؟ مش عارف، عنده 10. الاهلي عنده كام بونت؟ 9. طيب، يبقى عداه ولا ما عداهوش؟ الزمالك لعب مباراه اكتر. بغض النظر. بس نفسيا. لا، انت عدتني. انا عشان اعديك لازم انجز المهمه اللي انا فيها، اللي هي المباريات المؤجله. بالظبط. وهكذا. لا، انا كنت منطلق، فبالتالي العرقله طبعا العرقله لا تاثر بالسلب. انت عشان تجمع اللعيبه تاني، سواء في الماتشات او في التدريبات، لا، انت محتاج مباريات رسميه عشان تنطلق وتستمر في انطلاقك. مباريات رسميه مش وديه. طبعا مباريات رسميه. طيب، كيف سيتعامل مستر فايلر مع الفتره الحاليه، لما فتره بدون مباريات من وجهه نظره؟ بص، يمكن هو الاستفاده الوحيده هو عوده المصابين. طبعا، وتجهيز اللعيبه المصابه. اذا هنا هو كان عنده عدد وافر من اللعيبه، عدد وافر من المراكز عنده. دلوقتي اصبح الوفره اكتر والمنافسه بقت اكتر،
وعليه ودي مسؤوليه مش سهله، مش سهله ان انا يبقى عندي وفره وخلاص اختار سن وسن وخلاص. لا، اختار ازاي العداله، والعداله في الاختيار، واللي هيحققوا لي الغرض من المباريات. هو يعني يمكن كان واضح في المباراه الاخيره اللي لعبها قدام اسوان ان هو خلاص توصل لتشكيل معين، ابتدى يستقر. بدايه استقرار فني، يعني مجد قفشه في بدايه اشتراكه خالص مع الاهلي ما كانش بالشكل ده، ما كانش بالمستوى اللي دي قفزات فنيه. هو وحسين الشحات ورمضان صبحي اصبحت ثلاثي الرعب، يعني زي ما بيقولوا، او ثلاثي المحوري الفني في الفريق. اعتقد ان هم الاهلي محتاج كمان يعيد الانطلاقه من جديد ان شاء الله، عشان يبقى في يتبع قفزات وطفرات يعني ان شاء الله. في انتظار اتحاد الكوره يحل بقى، مستنيين اتحاد الكوره يقول لنا ميعاد ماتش القمه امتى باذن الله. يعني عايز اقول مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد خلصت بالتعادل الايجابي 1-1، كده الفرق بقى 6 نقاط ما بين ليفربول ومانشستر سيتي في المركز الثاني. المنافسه هتبقى قويه جدا، وده تعادل بعد 8 انتصارات متتاليه لليفربول منذ انطلاق بطوله الدوري الانجليزي. فهنشوف بقى على مدار الاسابيع القادمه. هي دي المسابقات. هو ده التنظيم، هو ده الامتاع والمتعه في كره القدم. الناس منظمه وناس تحترم كلمتها على الاقل. طبعا ووعودها. طبعا. ده الفرق ما بين الكرة الإنجليزية أو الأوروبية والكرة المصرية. أكيد للأسف. أكيد. على فكرة أنا عايز بس سريعا كده أشيد برضو بالنادي الأهلي الحقيقة. طبعا موقف رائع من النادي الأهلي بعد إصابة لاعب الإعلاميين. هي طبعا إصابة بالغة، يعني إصابة قطع في الرباط الصليبي، قطع في الرباط الصليبي ومزق في الرباط الداخلي والغضروف مش عارف إيه، يعني إصابة الركبة، إصابة مضاعفة ومركبة. النادي الأهلي الحقيقة طبعا عرض ان هو، لان كانت الكره مشتركه مع صالح جمعه. الطريف ان الكره اتحسبت فاول على اللاعب اللي اتصاب. والله كان صالح زي دي في الماتشات الرسميه استحوذ على الكره فجلبرتو دخل عليه فاتصاب. لها طبعا موقف رائع من النادي الاهلي انه عرض ان هو يعالج اللاعب، ولكن النادي الاعلاميين الحقيقه طبعا طارق الشرباسي وخالد فتوح الناس شكروا الحقيقه، توجهوا بالشكر للكابتن محمود الخطيب ومن خلال الكابتن سيد طبعا عبد الحفيظ بكلمه تليفونيه، وقالوا له لا احنا يعني بنشكر النادي الاهلي على هذه الوقفه الجميله، وهم بداوا يعالجوا اللاعب. ربنا يشفي يا رب احمد كمال جيلبرتو اللاعب الاهلي ان شاء الله، اتمنى له الشفاء العاجل. امين يا رب. عايز اتكلم في بعض الجوانب بقى فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنيه، لان احنا داخلين على تحديات وانا ببقى مصمم ان احنا نتكلم في كل الحلقات عن المنتخبات الوطنيه لان ده شيء مهم وهدف اسمى واهم بكل تاكيد. نفسنا المنتخب الاول ينجح مع كابتن حسام بدري، نفسنا كمان المنتخب الاولمبي ينجح في تحدي قوي جدا وهو التاهل لطوكيو 2020 مع كابتن شوقي غريب. بالتالي معايا خبر من الوفد مثلا بيقول لك ان في وديه او وديه يوم 8 نوفمبر والازمات امام حسام البدري في منتخب مصر بسبب ان اتحاد الكره بيفكر ان يبقى في مواعيد لكاس مصر في الفتره دي اللي هتكون من يوم 1 ليوم 9. بتشوف الحل للجزئيه دي ايه، خصوصا في ظل رغبه كابتن حسام البدري انه يلعب مباراه وديه؟ بص دي برضه دي ازمه كبيره جدا. ليه؟ اتحاد الكره عايز ينهي قبل 30 اكتوبر المرحلة الدور التمهيدي الأول في كأس مصر. كويس. ليه؟ عايز يقلص عدد الجمعية العمومية. لأن هو طبعًا نزل شروط المسابقة إنك أنت تخش مراحل تأهيلية الأول عشان من خلالها تخش تمهيد الكأس. ولو أنت ما دخلتش تمهيد الكأس يبقى أنت مش عضو جمعية عمومية. يعني إيه؟ هو ما قالش الجملة دي، جملة عضو جمعية عمومية، بس قال إيه؟ إنك أنت ما دخلتش الكأس. يعني ايه ما دخلتش الكاس؟ يعني خسرت 20 نقطة. ازاي؟ طب نوضحها شوية. نوضحها. أنت من ضمن الشروط عشان تبقى عضو جمعية عمومية يا إما تبقى دوري ممتاز أو ممتاز به. كويس. خلاص، أنت بقى قسم ثالث عايز تبقى عضو جمعية عمومية يبقى عندك 50 نقطة على الأقل. إيه هما؟ إنك أنت تشترك في كأس مصر 20 نقطة، والكرة الخماسية 10، الشاطئية 10، النسائية 10 وهكذا. فأنت لو أنت خسرت ال 20 نقطة دول خلاص أنت ما جمعتش ال 50، يبقى أنت بره الجمعية العمومية. طيب أنت المفروض أنت هتعمل يوم 30 اجتماع جمعية عمومية للأندية. عن سنة سابقة ولا سنة تالية؟
سنه سابقه اللي فات انت ما هو هدف جماعه ما ايه اعتماد الميزانيه والحساب الختامي سنه سابقه واعتماد مرتب المدير التنفيذي على اعتماد اللجنه الاجتماع السابق وهكذا. طيب انت هنا عدد الجمعيه العموميه تقريبا 222 نادي. طبعا 222 نادي هيجوا في مظاهره، ده كل 176 نادي في القسم الثالث انت هتطيرهم؟ لا، ده هيجوا وهيعملوا هليله في الجمعيه العموميه وانتوا يا ظلمه ويا ويا والحاجات دي. فيتعمل ايه؟ لا، نطير نصهم وشويه. نطير نصهم ازاي؟ ان هو يشاركوا في التاهيلي اللي هو التأهيل الاول والثاني، لو ما تجاوزتوش للتمهيدي يبقى انت بره. كام واحد كام نادي دول؟ حوالي 100. يا 100 100 انت كده طيرت 100 نادي. اذا هنا المتبقي من الجمعيه العموميه بعد الباي والحاجات دي حوالي 106. 106 يعني اللي طاروا حوالي 120. يعني التوتال المفروض كان 226 تقريبا. 222 وهيطير الفرق، هيبقى لك 106. الحل ايه؟ طب سريعا عشان الوقت بيجي. لا مفيش حل. الحل انك انت يوم بقى يوم السبت قرعه الكاس يوم الثلاث والماتشات هتبدا السبت الدور التمهيدي اللي جاي، فاذا هتبعت جوابات للانديه اللي هو ال 106 دول، تعالوا انتوا بس اللي تحضروا الجمعيه العموميه. تمام. عايز برضو من حضرتك واحنا بنختم رساله اخيره للمسؤولين عن الكره في مصر واتحاد الكره، تحب تقول لهم ايه في ظل الازمه الحاليه؟ هو طبعا يعني الكره في مصر مش دوري ممتاز بس، اكيد هو دوري ممتاز وممتاز بيه وقسم ثالث وقاعده الجماهيريه. انا شايف ان تطبيق دوري المحترفين السنه الجايه هيبقى صعب جدا لعده اسباب. احنا كلنا مع دوري المحترفين وكلنا مع تطوير الكوره، والنهارده بدا دوري القسم الثاني في مجموعه الصعيد، بكره القاهره، بعده بحري. احنا مش بس اطلع قول انا معايا مثلا 50 مليون هصرفهم على دوري المحترفين، انا ما بقصدش دوري الف، بتكلم بيه انا معايا 50 وهوزع على كل نادي كذا، كله هيعظم لك. لكن انت عشان تقول زي السنه دي، والسنه دي قالوا ان هو هيسوقوا الدوري وما تسوقش، ما حصلش حاجه، هو خدوا القنوات ببلاش. فانت لما تيجي تقول انا هطبق دوري المحترفين وانا معيش اوجه الصرف، او انا مش قوي اقتصاديا، انت ممكن تعرض نفسك السنه الجايه انك انت ما تتنفذش. وخصوصا سريعا ان من حوالي اسبوعين طلع في مؤتمر صحفي وقال ان دوري القسم الثالث هيصعد الاول ال 12 كلهم دون دوري الترقي، ودوري القسم الثاني هيهبط اثنين بس ويصعد ثلاثه. طبعا رجعوا في كلامهم ودلوقتي وقال لك دوري محترفين، بما يعني ان ثلاثه بس اللي هيصعدوا من القسم الثالث من 12 وخمسه هيهبطوا من القسم الثالث، فالعمليه طبعا هلاميه. فانا اتمنى ان هو يطلع بس يقول ان الانديه ما عندهاش مانع، بس انا عندي موارد لكل نادي هيصعد ونطبق دوري المحترفين. نتمنى كل التوفيق للناس في اتحاد الكره ان هم يحلوا ويحاولوا ان هم يحلوا كل الازمات الموجوده في الكره المصريه. نتمنى يمكن. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد بهي. انا بشكرك وبسعيد دايما ان انت بتشرفني. شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز في الفقره الحواريه من حلقه كلام في الميديا النهارده الاستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام، وتطرقنا للعديد والعديد من الامور والملفات على الساحه الرياضيه المصريه بالتحديد. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد ان شاء الله باذن الله من حلقه جديده في كلام في الميديا. استنونا، الى اللقاء.